ماي جاد 360 درجة على كل سان دييغو. من وقت أول نهار لهلا عم من هيك عم نتغلغل فيها. جيت لهون 2004 ما خبرتكم، بال 2004 قلت لا بينعاش فيها. تشبه لبنان in a way or another، من أحلى المدن يلي فيكم تزوروها بأمريكا لهلا باللي شفتهم، صرت شايف منيح. مش معقول. وبعدين 360 درجة، البحر من هون، البحر من هون، مطار اثنين، الهوايات، في جو بيطلع من الأرض of positivity, happiness, freshness. طقس بيعقد 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 بيعقد. It feels so good. سان دييغو حطوه على الليستة لازم نزوروها. المطاعم يمكن، الأولد تاون يمكن، السيتي يمكن، بس أكتر الخضار، البيوت الحلوة، وهيك وقفت بهيك شهر بهيك طقس. بيوت La Jolla, be Torrey Pines Glider Port. Little surprise to Anthony, so بدنا نحطه بباراشوت ونطيله خلي يتفرج على سان دييغو من فوق. Wonderful, wonderful experience. والطقس روعة روعة روعة. So I think رح يصرخ بعد شوي. نعمل التربيع الثاني هون لأنه الريحة خوات. السؤال، نعمل التربيع الثاني قبل ما نطلع أو بعد ما ننزل؟ قبل ما نطلع أكيد. قبل ما نطلع؟ بس تنجل بدك تكون on cloud 9 كيف. مش يعني إذا عملناها قبل ما نطلع ما 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 بتعطش الدنيا. لا مش مفروض. بشهو بشهو، خبزة طرية محمصة، سوبر انجريدينز من جوا. بشهو ما في قلي، ما في اشياء تقيلة. ساندويش العادل دليل ديل، هذا الخبز المربع تاكلوه بالبيت، كتير جبنة، كتير تركي. Very good. Very good. Work. And then تاني واحدة فيها جامبون، موتارد، مسترد، هام، بيكن. يامي. عن جد يامي. هلا مش عم نحكي عن نحن شو عم نعمل هون. مش مثل عنا بلبنان بحريسة بتطلعوا من جبل بتنزلوا بالوادي. هون الهواء لدرجة قوي انه من هيركليف بيروح وبيرجع على زيت المحل 10 دقايق ربع ساعة. هل رح يخليني اخذ معي كاميرتي؟ ما بعرف. مهم، thank you مارون for the great surprise. Meanwhile I'm eating because I love it. This goes like a backpack. Mm-hmm. Turn, let me see the front of you. And buckle your legs. Funny little backpack that becomes a super comfy chair once we're out there flying. So we're doing an instructional flight. Our equipment is not certified by the FAA. I do have a reserve parachute on board in case we run into any trouble. All you gotta do is stay on your feet as we run into the sky. In a moment, the glider's gonna come up and it's gonna pull us around a little bit. You gotta stay on your feet, move wherever it goes. Yep. Okay. Let's take my sandwich. I'll give you a glider, don't worry. Okay, let's walk towards the left. Your arms go through here. Don't sit down. Do not sit down. Yep. There. Run. Okay. Now. Yes. There's a red handle right here. Nope. Nope.
this one? Listen, red handle, there. Push your butt back into your chair. Okay. Beautiful. Yeah. Amazing. Thank you so much for a great experience. Welcome. Let me see the front of you. Amazing, that's beautiful. Such a breeze. You not gonna do it? He's scared. Thank you. It's not scary though, huh?
Not at all. Yeah, yeah. ثاني. بنصح كل إنسان يعمله. أول ما قال لي مارون عمل لك سيربريز قلت أوكي شو يطيرني فوق الميات. أنه ما في مدينة ما في شيء تشوفه. لا غلطان غلطان غلطان. حلو الجو حلو بتمشوا حد العصافير حد الهليكوبتر. الهواء كتير كتير حلو. Very serene. الماء الأزرق الألوان الأخضر. الفيلات القصورة. Oh my goodness شو هو. وهو مهضوم لذيذ ولا كلمة بتسأله سؤال بيجي وما بتسأله سؤال ما بيحكي بيطير مع 100 مرة بالنهار يلا ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فكرت انا بدنا نعمل بضيع الوقت وقف شو بده وهلا ساعة وبدي علمونا خبرية الساعدين دغري يلا طلع عربي شو بوس تأتي صرنا فوق beautiful very good واو واو مارون thank you وقفة أساسية إذا كنتوا بسان دييغو recommended ما كنت فكرت فيها بحياتي no. بين مطعم ومطعم يعني روكيز روكيز هو بار كله رجال جوا بيجنوا على الغداء او على العشاء في محل مش معقول يكون تفكروا انه في بار كوفي شوب حده موجه ترومبا انه على الطريق عادي مش انه منطقه سهر اذا بنسميها مثل ما هي شباب جوا ديمد لايتس كله عم بيشرب بيره وفي عنده على الغداء شيء كثير مهم اساسي هو البرجر مطبخ مفتوح مستوف اللحمه الريحه جوا الروايح الجريلينج الصوت وعنده هول half or one third burger all the way شو هالبطاطا crunchy crispy fresh من جوا بطاطا مش فاضي good stuff ومننقل على البرجر اللي شفته بقلب المطبخ وشهاني شافت اللحم السميك بين الخبزة طازة اكل زبدة منيح مشغولة صح مايونيز خضرة and we have a winner we have a winner لأطيب برجر اكلته باخر خمسة ايام مثل ما لازم ما فيه كلمة لو ما فيه كلمة بس ولا تو جريزي ولا دراي ولا خبزة مفرفطة ولا مزبوطة ولا رقيقة ولا سميكة ولا اوفر كوكت جوسي مزبوط حمرة بلا ما يكون فيها دم خبزة عظيمة عم بتنقط قد ما لازم مايونيز بلا ما يكون مفلسف تاوزند ايلاند وهو الاخبار كلهم سوا وبيستاهل كاتشة تانية من القلب وجبنة نوعية روعة والبندورية رقيقة ما بياخد كريدت كارد اخر همه 21 and above deal بار بنص النهار ما عارف وين all in بيستاهل تعملوا زيارة بيستاهل تعملوا له زيارة تحمل كاتش بعد شي كتير طيب The best. Super the best. Good job. Enjoy, 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 enjoy. رح يأكل أصابيعه. صار لهم 45 سنة وهيدا الشاب اللي شايفينه هون. صار له بيشتغل هون 40 سنة. And still enjoying it. مثل كأنه أول نهار. بتقعدوا بتطلبوا البرجر بهالصينية الحمراء الطريقة القديمة بنشوفها بالفلومة بطاطا مش مقشرة طيبة كتير كبساته طيبين كتير خسته طيبة منيحة في شخص واحد بالمطبخ عم يعمل برجرز لكل المحل كله بيجي بياكل برجر بيرة برجر بيرة اسمه روكيز اند ريكومندد نرجع بكرة
Next, رايحين على وصلنا عند بوينت لوما سيفو. محل كتير حلو، الريحة كتير حلو، بحسوا حالكم بالبحر بلا ريحة زنخة أو ريحة سمك كتير قوية. المطبخ ورا display of anything you might imagine. شوي إذا بدكم ميني ستريت فود ماركت، ميني فيش ماركت فينا نقول. Soft drinks، طلبنا الأوردر، ساشيمي، فريش فيش، لوبستر رول، سوفت شيل كراب، الأشياء اللي هيك عرفتوا الكريفينجز الطيبين. بعدين بتقعدوا برا بالشمسات بالهوايات by the waterfront. Next stop is seafoods. في على الطاولة هون good stuff. في على الطاولة هون $50. هي lobster roll بالخس مع خبز آسيا كتير. I'm not sure إذا lobster roll شغلتهم. الخبز سوبر ناشف فرح شيله تمام. خبركم عن الخبز عاطلة لأنه بالآخر جايين ناكل lobster. lobster quality ما اختلفنا، بس لدرجة في بصل بالصوص يلي هي المايونيز انه خبط على اللوبستر، وهيدا الشيء اللي شايفينه حقه $35. نكست ومحمس له كتير هو السوفت شيل فرايد كراب. again خبزة قاسية شوي بس قطرة من هيديك. a very big piece of little tiny crab beautifully fried. شغلتهم واو شغلتهم سي فود، شغلتهم اكيد مش خبز. فا ام نوت شور اذا بيطلبوا عندهم سندويشات لان خبزاتهم كتير عاطلين، بس the seafood inside is good, very good. فالقعدة الريحة freshness of ingredients ما تطلو صندش ما شغلتهم. فهو اللي رح نجيب لهم شوكة ونأكلهم شقف هيك. اوف اوه ماي جاد بلاي soft shell crab is phenomenal. واو بلا الخبزة. ولا حتى بدها شوكة. مثل ما هي حبة مثل ما هي. هي وإجرية وخبارة وكلها مثل ما هي. شغلة واو اوف شغلة كبيرة.
عيونك وين؟ يعني جربت بس ما شكلها سخنة سخنة سخنة. It's iconic. محل قديم famous since 1950 معروف ب Little Italy اسمه Filippi's Pizza Grotto. So من محل في عندكم البيتزا بليس من محل عندكم Little Supermarket مع كتير اشياء تليانية وحلوة وفي البيتزا. اهم شغلة بقول لهم thank you عليها بطلت قدر احمانها كتير سخنة. اهم شغلة بقول لهم عليها برافو تليانية بالتليان بالاخر وفهمين شغلتهم هي انه واو ميلانو ستايل. أوه ذكرتنا بميلان. واو. Who had the diet coke? Beautiful. You did. منا نابوليتان. البيتزا اللي فيها الجبنة الغير شكل، عجينة السميكة. ذكرتني بهيدا مش عم اتذكر اسمه اللي بميلانو اللي بيقص على المكنة وكل العالم توقف عنده. بيتزا باي ذا سلايس. A load of cheese. Have a good night.
شو هالعجينة؟ شو هالصوص طماط؟ Oh my goodness! واو ريحة العجينة قرشتها طعمة الخبز بقلب التمن. It's not a support. جميلاً بالنابوليتان بتكون كتير رفيعة، بيكون الخبزة بس تطلقت تتحمل. بل ما نوش زيت شيء قليل ما تحسوا طعمة العجينة. بس هون عم بحس بطعمة الخبزة مثل كأنه عم تاكلوا باجيت. Very good stuff. Guys, هاي الصورة. Hurt. And all that cheese. قال نحن معزومين على العشاء وقررنا نوقف أكل اليوم. رح يفهموا لنا وضعنا إذا ما أكلنا كتير. Looks nice. المحل حلو كتير. البوزة عندهم كبيرة. طعمتها دايبة. Black, charcoal, vanilla. Oh, this is good. Really, really good. Wow. Very good indeed. شوف كيف عم تكسر، كيف عم تتاكل، كيف ما فيها تلج، ما فيها مي. توب ها؟ واو فيري فيري جود. نكست بينا كولادا. And again. It is exceptional. ضيق كتير popsicles. اللي بيزبط واللي ما بيزبط، اللي فيه تلج واللي ما فيه تلج، اللي فيه طعم وما فيه طعم، اللي synthetic artificial واللي natural. This one is very good. لكم انجل لابد تعرفوا real flavors مجمدين بلا ما يكونوا تقال، اذا بدكم مثل American ice cream. It feels good, refreshing, light. Love it. I'll come back. براد او الديسبلاي بشهي، احجامهم بشهي، الوانهم كمان شكلهم بشهي، والمطبخ ورا. ريفيو اكثر من 1000 ريفيو على جوجل مابس 4.7، يعني شيء كثير مهم. اسمه روز دوناتس وموحم على دونات من وقتها ما وصلت. اشكال كثير كبيره وحلوه. هيدا نبلش كيف واحد صار يفوت على مطعم لبناني بياكل حمص؟ هون بتبلشوا بهيدا، او بتزبط او ما بتزبط، ومن الاساس بتعرفوا الدونت من عنوانه. amazingly fluffy. super fluffy. super amazing. مش شربان زيت. top. and then واحدة ورا التانية. double chocolate my favorite. يلي كنت دايما دايما اكله بلبنان. بتعرف انه هيدا كيك؟ double chocolate donut is a cake, it's not a donut. غير عجينة.
And then coffee. Wow, شو طيب بالطعمة. Addictive. Coffee roll. Sugar. سكر اوفردوز. It's good. It's really, really good. It's very good. Very good. Cinnamon. Cake again. عم تشوف فرق التكستشر بين كيك وبين دونات. دولة واضحة. واخر شيء ابل وات ايفر على الامريكانة. Very nice. سكر all the way. Donut. بس مرتاح, نضيف, مخمر مزبوط, ما بيعلق, ما بيلزق. I like it. I definitely like it. Reviewed. على قد 5/5. Top. شو بكون عينكم ببعلبتي ولو؟ اسمه روكيز وعنده أكثر من معدة 10, 12, 15 فليفر وبيتغيروا. عنده هالمكنة اللي شايفينها جوا يلي حلم كل حدا بعتقد عنده مطعم يكون عنده اياها, حق 30,000 دولار. تايلر ماشين تبع السوفت سيرف. It's one of the most expensive in the world, made in USA. كل العالم would crave it. And عندهم frozen yogurt. ما بعرف إذا هي سوفت سيرف. With delicious ميري كريم. Oh, frozen yogurt, all the way. All the way frozen yogurt. Super yummy. هيدا اليوغرت عرفتوا لي شوي بنشف صار في الحالة مشغول صح. تبحتوا قديش قسين صار لنا تقريبا 6-7 دقايق ظاهرين. ما بلشت نقط من مكان. Peanut butter. Oh my god, this is good. Recommended, recommended, recommended. All the way recommended. Super creamy, flavorful. سكر كتير خفيف ما بتحسوا فيه, بتحسوا بالطعمات بلا ما تبين طعمات سينتاتيك. It feels natural, fulfilling, comforting. I'm a fan. Big fan. Wow. Recommended. قديش بعيد عن البيت؟ فينا نرجع بكرة؟ اف شي كتير كبير. أنا بدي كولد كات ساندويتش, بدي دلي. طلع محل من هونيك لهون. وصلنا عند كيف بيقروها؟ اسمه دي زي ايكنز. Smells so good.
ديزي ايكنز، فاتح صار له من 1980 تقريبا، كتير مشهور بالساندويتشز. قبل ما بلش فتح وفرجيكم الاشياء الحلوه والكبيسات المحطوطه هون وكل التفاصيل، خلينا نشوف المنيو سوا. على المنيو في 102 ساندويتش، 102 ايتم. لا بعد شي كل هول. غير 102 ايتم في ترويع، غدا، عشاء، ديسير، تراديشنال سبيشالتيز، انتري، جود مورنينج، بريكفاست. واو، ايكونيك بالمنطقه، معروف من كتير زمان. هيدا شو طلعوا شكله الخبز بالنص مثل البيج ماك. وات ان انوفيشن. عده ساندويتشز، التليفون عم بيكل معي بس ضروري اصور لكم اياهم. في مثلا عده انواع لحمه فيكم تطلبوها مع بعضكم، فيكم مع بعضهم، فيكم تطلبوا تونغ، فيكم تطلبوا باسترامي، بريسكت، anything they have. And then ماي جاد، كاتبين على الويب سايت تبعهم انه بيجوا من كل امريكا لعندهم. اتس نيويورك ستايل ساندويتش ديليكاتيسن شوب، وبيجوا من نيويورك لهون تاكلوا. واو شو هاللحمه، شو هالجوسينس، شو هالطراوه، شو هالخبزه العظيمه. او ماي جودنس، طلعنا الدنيا. ويت بنكفي. هون عنا I think we're on a roast beef. Good stuff. Very good stuff. Very, very, very good stuff. مش عم يطلعوا كلمات قد ما طيب. مش معقول الخبز شو طيبة واللحمة شو طيبة. شو هالكواليتي هاي؟ لك شو هالطراوة هاي؟ كيف شو بيعملها؟ بتعمل اسبرين تطرى هالقد؟ شو هاي؟ one more to go. واو اوف، هاي الطعم مش طيبة. الفكرة يكون في خبزة بالنص، فكرة عظيمة، جيدة جيدة جدا. And then نطرنا جوا تقريبا شي ربع ساعة عشان نسأل بعضنا انه ما فهمت شو عم بيعمل. طلبت خروف، شو عم بيعمل؟ رح ذبح البقره هلا. فهمنا، اخذ وقت، سخن اللي بده يتسخن، حمص اللي بده يتحمص، حطهم غنجهم قصهم لايف، وطلع معنا هول الشيء. توب 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 توب. This is what I call an amazing delicatessen shop. An amazing deli. كبير؟ هلا فهمنا. محل من هون ما بيخلص. Superb food. Exceptional food. Exceptional. Top. Super recommended. Wow, one of the best things أكلتهم في السفرة. Bravo. Nice. نرجع لهون بكرة؟ هي ساعة اللي بدها. Guys you have to try it. Amazing. And here we are. رجعنا على بيكون الكافيه عند صديقنا مارون. نايس داي، بلشنا اكلنا اشياء طيبه. الا شغله واحده بسيطه، نو ويز. كان نهار حلو، اكتشافات حلوه، سان دييغو الطقس رائع، وقفت شتي. وقت ما عم بوصل كان برد، كنا عم نلبس جاكيت كل يوم. مارون عامل جيت توجذر للي على باله نلتقي نحن وياه بسان دييغو هلا من الساعه 5 الى الساعه 8:30، ورح ناكل اشياء طيبه اكيد. فيلا let the fun begin. انا صار لي 1966 I moved from Zahle to New York. وضلت Zahle New York شي 30 سنة،
وتجوزت 1969 عندي صبي وبنت وهلك صبي يحو معي بلسان دياغو بنتي يحو نيويورك لونغ آيلاند وأنا proud of بعد 55 سنة كل شيء لبناني وعلم لبناني أنا بيضرب سلام لأن خلقان بزحلة بزحلة عروس لبنان مش هيدا I'm proud بزحلة تعرف بزحلة حلو وأنا ما بنسى ولحتى الأولادي تعلمتهم شو معناتها لبنان paradise of the middle east و little paris of the middle east بس إن شاء الله كل شيء يكون future مستقبل لبنان منيح لحتى وان خلقت بدي موت هونيك يمكن برجع بموت هونيك بزحلة أنا proud بروح تحت الأرض بزحلة يا أنتوني God bless you I'm glad I know you تعرف أنتوني أنا اتجيت على من لبنان من الزحلة على أمريكا وبعدين صرت اشتغل شوف الدولار زيادة عم بيجيني وكل شيء بس وقت لبست مع الزحلة وان خلقان والتراب اللي خلقت بالزحلة كبرت بالزحلة ما بقدر ينسى لأن لو نسيت بس قلبي مش عم ينسى ضل قلبي بزحلة بلبنان قبلس لبنان ما في أحسن من لبنان كل شيء لو تغير شعب بلبنان بس الطقس والحلو هالشجرية والأرز ما بتغير يمكن شعب تغير بس لبنان الأصل لبنان أنا ما بتغير myself I never change هم واحد ما ينسى أصله وكمان كل شيء ما ينسى أصله وان خلقان اللي بيخلق الأرض اللبنان لازم يرجع يموت هونيك هذا بيكون بسكر عيونه قلبه طيب بلشنا دغري بس ما تعرفنا عليه ما قال لنا اسمك أنا اسمي جيرار نالبانتيان أرمني بس وقت بيخلق لبنان أنا ما بقول أنا أرمني أنا بقول لبناني زحلاوي دائما هك بقول للعالم كله لبناني وزحلاوي أكيد في بطريقك مشوار كرمال توني نزلت على لبنان بعد 15 سنة شوهني بلبنان دي صلك وصلك 24 سنة هون؟ 24 سنة هون وبقيت 15 سنة ما نزلت على لبنان and then one day اليوتيوب تبعك جست التيكت نزلنا على لبنان ما فيك واحد ما عجبه على لبنان صندوي الشاورما بقصبة غير شكل صندوي فلافل بقصبة فلافل يا مغربية بطرابلس مسألة دعمي من يأكل مارون حضر الطاولة كرمال الناس تيجي تلاقي مش الدوق ودوق أكلاته ما عنده حمص لبنان على المنيو بس عمل لي حمص لقلي عمل لي بلاتون طلع كتير طيب نوستالجيك بيكون واحد عم بيأكل كل النهار ديلي ساندويتشز دوناتس شو ما أكلنا خبار برجرز اندن حمص نوستالجيك كومفورتينج حمص امنوش زعتر وبتنسوا اللي حصل برو مارون ليش بالمطبخ لانه انتوني بس يقعد هيك دمه بيفضل بيصير بده شيء لبناني يرجع يجمعه ما في شيء اطيب ولا اتقل ولا اهم ولا ادسم من الاورما البقعيه سو اورما عم تجهز كرمال الاستاذ انتوني ايوه اورما ما فهمت لحقت من خارك وجيت لهون؟
اجى على الوقت ساعتين بيك فان. تفضل تفضل. شو هذا؟ هات لك حبه هلا. ايوه عبيله ركله لي طويله وكل حمص مع ورمة عملنا. ما تقول لي هلا بده يطلع على اليوتيوب كمان انا معك. ايوه كيفك انت؟ منصور مشهورين نعم؟ نعم كمان. او ماي جاد. ريحة لبنان. او ماي جاد. او ماي جاد. شو هيك؟ هلا بكره الناس رح تبلش تركض وتقول له جريك كورن كافيه بدنا حمص مع ورمة، زيد على المنيو دبر راسك شو بدك تعمل؟ ام جي. ولا مسح قديش قوية. وليك اللي ليك ليك. وين الفجد؟ ليك الفهد. ده فجد صار. فجد بدك فجد لي. جو سيء من ارماي، ثانك يو سو ماتش. بدنا نعرفك على كل المطاعم هلا. انت من وين؟ من العراق. اجوا الشباب عن جد من العراق. اول ذا وي. والله مشتاق. قد ايه صار لكم ما رحتوا على العراق؟ انا فوق ال 25 سنة. انا 30. واجا صمون وزعتر اجا. صمون وزعتر. يا حبيبي الشباب. كثير فرحنا بجيدك و نتمنى العراقيين يقومون بواجبك بالعراق مكاننا واحنا هون. احنا نقوم بواجبك هون وهم يقومون بواجبك بالعراق ان شاء الله. ولا ألز من هيك انت. انت كيف بيعمل انت هو كان عمل ايش اللي يسوي اذا عمل هيك طيب بيحس بواجبك بس ما ريحة بتشه الشكل بشه اكس اومليت مع جبنة مع تشيدر مع كتير تشيدر فول اوف فليفر ويل كوكت كاتشب اون ذا سايد شوية بطاطا جود امريكان ستاف بيكن افوكادو هون عنا شي وفجير حليب anyway رائع هنفوت بالتفاصيل الحلوة طلعها هون an amazing 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 french toast بيخبروا عنه انه صار بيع اكتر من مليون حبة شو مليون حبة بقلب مطعم رح انزل غمق شوي محل ما في شوية سويتنس بس مش كتير بيجي معه عسل مسخن بطري سويت فريش بالانسد ما في طعمة زبدة سوفت تندر Good stuff. Wow, good stuff. Very good stuff. Addictive. And then, hellet pancakes. رح يربحوا معنا. رح يكونوا dry and fluffy. تبهتوا هاي تاني مرة ما عم شوف maple syrup عم شوف أكتر عسل وعسل مسخن. Wow. Oof, good stuff. سبحان الله. من الباب بتفوتوا بتعرفوا محل إذا حتحبوه أو لا. تأخروا بالمنيو تأخروا تقريبا شي ربع ساعة بس عملوهم فريش وصح سويت ويل ديكوريتد انجويبل بس إذا رجع على إلي أنا بوقف هون هيدا الشغل مهم First stop of the day check ضبط هاي فشت خلق عم جرب أفهم تما أقول شي غلط الميبل سيرب من امبارح من وقت ما وصلت تبهتوا الالاستيسيتي الميبل سيرب ما بمغيت الميبل سيرب ما عنده احساس العسل هيدا ميبل سيرب مسخن واو انتنسلي سويت ما له علاقه بالميبل سيرب انا دقته بكندا بس تما اخبركم عسل وطلع عم بقول شيء غلط بس ما بيمنع انه طيب يعطي سويتنس تبع العسل اند feel of a maple syrup.
اتس كريفنج يعني بين كل وقفه ووقفه لازم يكون في بوزه. هلا رايحين على الترويقه الثانيه، بس انه طالما نحن بلاهويا وطالما في 4.8 علامته على جوجل مابس، ايطاليان جيلاتو معموله صح بقلب الجوار ومسكره والضو ما بيضربها، هولي نظره من برا، هات نفوت تشوف شو عندهم ونستلز بلقمه. حلوة حلوة كتير، شكلها حلو، لمعتها حلوة، ما فيها ماي، ما فيها it's not هيك شايني، عرفتوا هيدا اللي عم بتلمع اللي كتير فيها ماي، مبينين حلوين مش ملبسين على بعضهم، شكله حلو، كل لازم تصوره. اوف this is very good extremely good. اخذت ثلاثة flavors حلوين مبينين هون وراي، charcoal vanilla passion lemon chocolate caramel. مزبوط. If this is very good ice cream. 5/5 all the way. تبعتهم شوفوا التكستشر. تتاكل مش ملبسة على بعضها، مش مجمدة على بعضها، مش ملزقة على بعضها. السكرة كتير 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 خفيف، كأنكم عم تاكلوا fresh things دغري هلا معطوفة. اف فين ارجع اجي بكره؟ طب كان طيب كثير، انا طلبت واحده ثانيه، طلبت واحده ثانيه اول شيء تصورها لانه ما صورت اول وحده، وثاني شيء لانه حسيت انه في فليفرز حلوين لدرجه مهمين. طلعوا من الوقفة عن جد. هلأ مارون رح اترك لك تدوق، بس انا خليني تدوق شوي شوي. اوكي اوه ماي جودنس اوه ماي جودنس مان يور اميزنج اميزنج فليفرز. اوكي هيدا لك خلص دير. كتير 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 قوي كتير قوي. اصحابه تلياني قاعدين جوا عم بيدر عم بي عم بيحكوا تلياني كثير قوي. من اهم البوظه اللي اكلها ايفر، ما فيها هالامريكان فليفر تبع ايس كريم، ما فيها دلاعه، ما فيها دسامه، ما فيها الحليب كثير، ما فيها سكر كثير. عم نحكي ايطاليا 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 جيبوها لهون، ايطاليا جيبوها على لاهويا او على whatever الي سان دييغو. توب 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 ريكومندد. فصلوا الاسم. Super, super, super recommended.